عاودت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد المصرفية أمام الريال الوطني، وأفاد متعاملون مصرفيون ليمن شباب أن سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن سجل 800 ريالا للشراء و805 ريالات للبيع وسط استمرار تفاوت أسعار الصرف في بعض المحافظات لا سيما الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين. وبلغ سعر الريال السعودي 210 ريالات للشراء أمام العملة الوطنية و211 ريالا للبيع في ظل صعود جماعي لسلة العملات الأجنبية. وتسبب توقف البنك المركزي عن تزويد التجار بالعملة الصعبة في تنشيط عملية المضاربة ولجوء التجار إلى السوق السوداء لتوفير الدولار، الأمر الذي ساعد على تراجع قيمة الريال. ولمتابعة هذا الموضوع بشكل مكثف ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. مرحبا فيك معنا سيد وفيق. إذن ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني؟ بداية مرحبا بكم وبجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. أعتقد أن هناك أسباب كثيرة ومتشعبة من أهمها الاختلال الحاصل في السياسات المالية الحاصلة في البلاد، وما يحدث من ضياع وتشتت للموارد على أكثر من طرف إلى جانب تعطل كثير من مصادر النقد الأجنبي في اليمن منذ خمسة أعوام. ناهيك عما يحصل من نهب لبعض موارد وإيرادات المؤسسات المحلية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أو في العاصمة المؤقتة عدن. أدى تعطل كثير من الموارد اليمنية وخصوصا مصادرات النفط والغاز التي تعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في اليمن، ساهم في تدني قيمة الريال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات العملة الصعبة. أيضا هناك أسباب أخرى، منها تجميد المنح والمساعدات الخارجية التي كانت قناة دعم هامة للبنك المركزي، ناهيك عن ما أحدثته الحرب من تسريع عجلة الانهيار العام الذي شمل الاقتصاد والدولة وقاد ذلك إلى تدهور كافة الإيرادات. هناك أسباب لاحقة وهي نفاذ الوديعة السعودية من البنك المركزي في عدن ولجوء ميليشيا الحوثي إلى شن حرب شرسة على الفئات النقدية الجديدة من العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج. لا شك أن قيام ميليشيا الحوثي بحظر العملة الجديدة رغم شحة السيولة من الريال اليمني في مناطق سيطرتها أدى إلى تكدس الطبعة الجديدة من العملة في مناطق الشرعية، وبالتالي ارتفع منسوب التضخم وتدهورت قيمة الريال اليمني. أيضا الانقسام النقدي والمصرفي الذي أحدثه هذا القرار بمنع تداول العملة كان له شديد الأثر على مفاقمة معاناة المواطن وتدهور قيمة الريال وارتفاع مستوى التضخم وصعود أسعار السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى مضاعفة عمولة الحوالات النقدية الصادرة من المناطق الشرعية إلى مناطق الحوثيين والتي بلغت نسبة أكثر من 35%. لكن وفيق، معظم هذه المشاكل التي ذكرتها كانت موجودة منذ خمس سنوات، ومن بينها توقف الصادرات النفطية والغازية لليمن والذي كان يدر العملة الصعبة للبلاد ويساعد في تحسين أو الحفاظ على استقرار سعر العملة. ما الذي سجد الآن حتى يتجاوز سعر الدولار 800 ريال يمني، وهو تطور تاريخي في سعر الريال اليمني؟ أعتقد أن الحكومة الشرعية عن المشهد في العاصمة المؤقتة عدن بسبب شحة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة. نفاذ الوديعة السعودية ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى هذا المستوى. تعطل كثير من الموارد. أيضا السبب الأكبر مثل ما أسلفت لك سابقا هو الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على الريال اليمني من الطبعة الجديدة. نعم. تكدست هذه الطبعة في مناطق الشرعية، وبالتالي تضخمت العملة ونشطت المضاربة على الدولار والعملات الصعبة، وبالتالي ارتفع سعر العملات الأجنبية إلى هذا المستوى. يعني تقول الآن بأن رغم ما يحدث من تعب. نعم، تقول الآن بأن السبب في هذا الارتفاع أن الناس لم يعودوا يثقوا بالريال اليمني ولجأوا، وبالتالي لجأوا إلى استخدام العملات الأجنبية الأخرى كالدولار والريال السعودي. لكن إن سألنا عن الوديعة السعودية، هل تأكد الخبر أنها نفذت من البنك المركزي؟
كان هناك تصريحات لرجال اعمال سابقين وخصوصا رئيس الغرفه التجاريه والصناعيه في العاصمه المؤقته عدن قبل اعتقد اكثر من شهر، يقول ان الوديعه السعوديه على وشك النفاذ، وطالب المملكه العربيه السعوديه بتجديد هذه الوديعه بقيمه مليار دولار لاستمرار قيام البنك المركزي بمهامه في تمويل استيراد السلع الرئيسيه وبقيه السلع ايضا والمشتقات النفطيه وللحفاظ على استقرار اسعار الصرف وحمايه العمله من الانهيار. الان هناك مطالبات ايضا بتدخل دولي مباشر لضخ وديعه ماليه او منح ماليه الى البنك المركزي للقيام بدوره في الحفاظ على سعر العمله الوطنيه والحفاظ على توازن سوق الصرف ولحماية الريال من الانهيار والاستمرار في الاقتصاد اليمني من هذا التدهور المريع الذي شمل كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطن والمرشح للتدهور أكثر إن استمر الحال على طيب ما هو عليه وفيق. وإن لم يكن نعم. هناك إجراءات منظمة من قبل التحالف أو الحكومة أو المعنيين في هذا الأمر. أمام هذه الكارثة المالية والتي بالتأكيد لها انعكاسات على حياة الناس المعيشية، من بيده مفتاح الحل؟ أين هي اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها قبل عامين وكان من أبرز أهدافها هو الحفاظ على سعر العملة والعمل على خطط استراتيجية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني وانتشال اقتصاد البلد من حالة الضياع التي يعيشها الآن؟ أين هي الحكومة التحالف؟ من بيده مفتاح الحل؟ أعتقد أن من بيده مفتاح الحل هو التحالف العربي الذي معني في الأمر ولديه كثير من الإمكانيات التي يمكن أن تساعد على الاستقرار المعيشي والاقتصادي في اليمن عبر دعم البنك المركزي بدعم مباشر ضخ وديعة مالية أو حتى منح دولية. اللجنة الاقتصادية التي سألت أنت عليها منذ أن أتى رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك حدث نوعا من الارتباك وحدث نوعا من الجدل مع اللجنة الاقتصادية وتم نقل صلاحيات هذه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى التي أخذت على عاتقها كافة الصلاحيات التي كان يقوم بها اللجنة الاقتصادية، لكن أيضا الحكومة الأخرى هي غائبة، جميع أعضاء ومسؤولي ووزراء الحكومة موزعون في الشتات، لا يعرفون ماذا يحدث في الداخل من تدهور معيشي على كافة المستويات ولا ما يعاني المواطن من تدهور وارتفاع في اسعار السلع. نعم. طالما كانت نعم الاستهلاكيه وكافه طالما كانت رواتبهم بالعمله الصعبه فلا يهمهم الى اين يصل بالريال اليمني. نتحدث عن فارق الصرف بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة والفارق الكبير بينها في التحويلات، هل يمكن أن تفسر لنا هذه الظاهرة التي تجري حاليا وكيف يمكن حلها أو بيد من حلها؟ هذه الظاهرة تسببت بها بالبداية ميليشيا الحوثي حين حضرت الطبعة الجديدة من العملة في التداول في مناطقها سيطرتها. ميليشيا الحوثي أجبرت شركات الصرافة والصرافين على التعامل مع عملتين مختلفتين فعليا، لم تعد هناك عملة واحدة، حتى أن هناك فارق في سعر الصرف، الألف ريال من العملة الجديدة أو الألف ريال من الطبعة القديمة يساوي 800 ريال من الطبعة الجديدة. الفارق الذي يدفعونه عمولة لشركات الصرافة للحوالات النقدية أغلبه يبرر الصرافون بأنه يذهب للبحث عن سيولة من النقد القديم التي أيضا مناطق سيطرة الحوثيين تعاني شحة كبيرة في هذه السيولة، ولجأوا إلى استخدام النقود التالفة التي كان البنك المركزي قد وضعها جانبا وبحكم أنها تالفة ولم تعد صالحة للاستخدام. أيضا الصرافون يبررون قيام هذا الأمر بفارق سعر الصرف للريال السعودي بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين. يقولون أن سعر الريال في الريال السعودي في مناطق سيطرة الشرعية أكثر، وبالتالي عندما يقوم الشخص بتحويل مبالغ مالية إلى صنعاء يأخذون فارق السعر ويدفعونه إلى الشركات الصرافة. نعم وضحت الصورة. عندما نعم تكون هناك عمولات حوالية من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية
لا يقومون الصرافون بزيادة هذا الفارق، وهذا الأمر أثار جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة حتى بين قانونيين مطالبين شركة الصرافة بدفع هذا الفارق. إذن شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي وفيق محرم.